Yeah. Wollen wir das mal schon? Hätten wir Musik, aber nee! Hätten wir mal was? I will nicht hier erzählen! Es kommt uns jetzt nach unten! نحكي لك حكايتي صاحبوش عيش في بلاد حكروني فيها خاطرني كحلوش خاطر مانيش بالي كيش نلقى روحي عدوش ناس تحكم بالوجوه ومن ربي ما يخافوش قتلي ما عادش رسيس كلامك نعرفوه صاحبي وغزر الواقع قداش من سنجي ذلوه انسان كيف كيف ونحس كان في بالك كان شي خاطر تدخل لي جامي نعطيها لك برشا اللي فات شفعتونا بالكلام وقت كنا نتواسى في الاخر طلعت افلام اسكو احنا متساوي كان النجم تجاوبني تضحكني وانتي من داخل ما تحبش تقربني تضحك وتسبني هذا الكل على لوني خليت واش تاني تحبني وانا تلوني قولي شنيا ذنبي صاحبي قولي شنيا عملت نحكي بكل ثقة خاطرني في بلادي تألمت كلنا توانسة صاحبي لغة طلعت مضروبة رينا منهم كان الحجرة عايشونا في كذوبة مجتمع مريض فرق من لون البشرة حقروا الأسود والزوالي وحقروا ولد التشرة اتكلم على حقي بالفتنة يتهموني سموني منصف واحد فيه توسي في لوني رغم اللي احنا توانسة بيناتكم كبرنا ما عندنا حد يمثلنا في بلادنا وتبهذلنا عم قالوا نحو العبود هي دول القانون من برا باين حر اما من داخل مسجون في بلاد التمييز مظاهر ما زالت موجودة شوف الشهر تيليكوم تقول عليها مقصودة سكتوا على الموضوع دوسيك لا تنادوا اليوم صارت في ليبيا خايف من بلادي غدوة حطوا اسود خطوة استنوا قوانين ناقص في تونس يركبونا سلاسل في الرجلين قالوا كلام جارح والله ما على بالي كان شي خاطب لبنية جامي تحتي هالي قولي الهربة وين الروح يبلادي عيش فيها الاسكي مجروح ونادي يزي ما عشت في البلاد محروم يزي ما غنيت عشقت مسموم يزي ما بكيت على الحال مظلوم